اسم محمد ينعوري. نعم. انا عندي غير المهنه كنسرزق بها. نعم انا ما كنخدمش الصباح حتى العشيه، كنخدموا غير مع العشيه، غير من الاربعه حتى العشره ديال الليل. نعم. اش كتكون الخدمه ديالك؟ الخدمه ديالي حنا كنجيبوا داكشي طري من القزار، كنجيبوا داكشي طري من القزار وكنحطوا داكشي من عند القزار وكنصاوبوا دي ساندويش خفاف. شحال تقريبا كيوصل الثمن ديال لي ساندويش؟ الثمن كاين الثمن 10 دراهم الساندويش، 10 دراهم 20 درهم 30 درهم، يعني كل واحد على حساب. احنا عندنا الجيال، عندنا الطباء، عندنا كندوزوا على الصدر، وعندنا الورقه ديال الطبيب، هذاك الشيء مراقب ما كاينش هذاك الشيء. شكون هذا اللي مراقب؟ هذاك الشيء مراقب. انا عندي هنا يا سيدي من 87 تقريبا 31 سنه. نعم نعم. ما عمر شي واحد تشكى كاع ولا قال لك الماكله ما مزياناش، ولا ما عمرو حتى شي واحد تشكى كاع. جمال الملقب بطوطاو. انا راني هنا في واحد المده تاع 36 سنه، وهذا الشيء اللي كيقولوا الماكينه تاع برا كتمر ولا، انا ما نعتقدش حاجه، ما نظنش. هذا شحال شحال من مده ملي رحنا هنا، الحمد لله، وعندنا مشتريه كيجيو لنا يعني تقريبا كاين اللي كيجي يومين. وحنا هذا الشيء اللي على حنايا، ماشي راني نقول لك اودي اللي عندهم مطاعم مجهزه يعني حنا احسن منهم، لا، حنايا نجيبوا على حسابنا، نجيبوا هذاك الشيء اللي كان بثمن مناسب، وذاك الشيء اللي كنجيبوه يعني ما نجيبش 5 كيلو 6 كيلو بالحاجه 7 كيلو، انا كنجيب يعني كيلو ونص 2 كيلو، يعني عارف شنو نبيع، يعني باش نسالي السلعه باش غدا نجيب سلعه جديده. والمزمر ما كان ما حسن من المزمر هو بعدا يعطي واحد اللذه في الماكله ويقلع لي ميكروب، وراهم ياكلوا عندنا الحمد لله لاباس عليهم الكفته عندهم في الديور. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.